هعمله كيس. ايوه واشرب فيه. فيه هدى ايه اللي حصل لك؟ تمثيل. اوبا ما بصيتيش على الورق ده؟ والله ما بصيت عليه بس انا شايفاه في النضاره. ماشي. ياسمين. ياسمين انا بحبك. ياسمين انا بحبك. ياسمين ايوه هعمله كيس. ايوه واشرب فيه. فيه هدى ايه اللي حصل؟ ايه هدى فيه؟ هعمله كيس واشرب فيه. عادل ادهم. طب انت بتحبها يا حازم؟ احمد حاتم. ايوه كان يعملها كده. ايوه لا وفي حته تانية بتاعت لما معاه رندا البحيري. انسى انسي. لا في العربيه بعد ما المفروض بقى ان هي عايزه ترجع له وكده وهي قاعد جنبها في العربيه ولابس طبعا الايس كاب الشهير. انسى انسي. حبيبي حماده. حبيبي حماده. احمد حاتم حبيبي. هاكلك بسنين. محتاجه منجم دي. سهلها لك. أيوة عليها. أيوة سهلها لك شويه. غاد عبد الرازق. مش كده ينفع وكده ينفع. يسرى. ايوه طبعا قرشي. بيخرجوني عن شعوري لكن انا ست مؤدبه. لا مش عارف ده ايه ده. لا ما تهزرش. سامي خطاب. اه حبيبتي. طب اقول يلا نغير بقى اللعبه دي. نزلت قوي. لا 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 يا عمرو. ليه يا عمرو؟ قول لي كده مش جايب بنت اختي معايا بني. لا يلا الافيهات. اه واضح ان انت متحمسه لموضوع الافيهات. يلا يوم ما تفكر تنشن لازم تصيب. لا مش عارف يوم ما تنشن يعني. مش عارف الاداء عامل ازاي. عادل ادهم في نفسه يوم مثلا يوم ما تنشن لازم تصيب. تصيب عادل ادهم اللي قال كده. لا no. كان كده كان عامل كده كده صح كده. ده اللي هو انت بتعملي ايه؟ مش عارف كان عامل كده. اه محمد سعد الليمبي. ايه في ايه؟ بوظت لي الميك اب. لا يعني ما عملتش حاجه. لا يلا طب استنى قولي لي. بس انا عامله كده. هاني رمزي. ايوه غبي منه فيه. ايوه ده لسه مقابله على السلم. أيوة. دلوقتي واحد مصاحب علي علاقه واشرف كخه عايزاه يطلع ايه؟ محمد سعد طيار الليمبي. صح. كلنا فاسدون ولن استثني احدا. فيلم احمد زكي عاطف الطيب. طبعا مشهد المحاكمه من فيلم. أيوة. ضد الحكومه. برافو عليك. زكريا الدرديري مدرس رياضيات. ده ايه الناظر؟ ايوه انا بابا. يلا تيتو. اوعى غرك جسمك. اوعى غرك جسمك. اوعى غرك جسمك. اوعى غرك. ايوه انا كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. ابن حميدو. ايوه امضي يا اشول. سلام يا صاحبي. معقول. انا غشيتها دي صراحه بجد. مثلي عليا. ما انا برضه حاسس ان انا يعني واضح قوي ان عادي. مش معقول. لا لا دي بس الوحيده اللي غشيتها. الباقي كله والله عارفه. امثال. يلا يلا ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. بس سكت ناله دخل بحمار. لتأمن الامير اذا. ايه ده؟ ده انا مش عارف. لتأمن الامير اذا. لا هو اكيد ما بتسالش كده لان اكيد مفيش مثل شعبي هيبقى فيه الامير يعني لو قعد. لا 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 تأمن الامير ولا لا. لتأمن الامير. لا تأمن الامير اذا غشك الوزير. ده مثل مملوكي انا. ما ايه جايبينه منين؟ يرجع لايام المماليك. يموت الزمار ويعني صعبه بتلعب. ابعد عن الشر وغنيله يا قاعدين. يكفيكوا الشر الجاي. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. يا جماعه الامثله سهله قوي يا جماعه. مش يعني ويوم ما تعملوا حاجه صعبه تجيبوا مثل مملوكي. قولي خمس اغاني لهشام عباس في 10 ثواني ولو ما عرفتش تقولها هتغني اغنيه لهشام عباس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة غني. أنا حزين. أنا ما بفتكرش أسامي الأغاني خالص. بس تغنيها. أيوة يا ليلى. يا ليلى يا ليلى. لا بس عشان إحنا بنزعل أي حد راقب مزيكا دلوقتي. مش قولي بقى خمس أغاني لتامر حسني في 10 ثواني. نسيني ليه؟ 180 درجة. 100 وش. آخرك هنا. حبيبي وانت بعيد. طيب مبدئيا بس انا عايز اقول حاجه. انا دخلت لقيت ماسكه الورق وفاتحه ال 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 ايه ده. انا ما شفتش اسئلتك والله. انا شفت اسئلتي انا بس. اه اقول لك على حاجه بقى. يلا اديكي بقى الحاجه الصعبه. يلا ايهاب توفيق. انا اصلا مش فاكره اغنيه ان انا اغنيها فاهم. ايوه فقدت الذاكره. غني بقى اغنيه لايهاب توفيق. تترجى فيا. ايوه تبكي عليا. صح مش كان بيغني كده.
كان بيغني مش ممكن يوم هقدر ازاي. كان حزين. تعمل ايه يا عمرو يا حبيبي لو اكتشفت ان الشخص اللي انت مرتبط بيه في صفه مستفزه؟ ما هو برضه على حسب الحاجه، في حاجات مش هنعرف نتجاوزها. صح. يعني مثلا لو حد ضحكته بتستفزك، لا يو هاف تو اكسبت. يعني انت لازم تتعلم، يعني في حاجات يو هاف تو اكسبت وفي حاجات ينفع نتناقش فيها. صح جدا 100%. صح. بتعملي ايه لو الشخص اللي انت مرتبطه بيه عايزك تبطلي شغل؟ لا هو عارفني زي ما انا، انت من الاول عارف مضارع. ان انا بتكلم عن زمن مضارع. الموضوع ده لسه حاصل. بس okay. لا دي مشكلته هو يحلها مع نفسه، دي مش مشكلتي انا. ثانك يو يا عموري. سعيده. ثانك يو. انا اسعد.